FM. الكلمة ليك. أنا حكيت مع أحد الأمنيين الخبراء يعني اللي ضربين 30 سنة في الوضع هذا. قال لي فكرة بالنسبة لسفوح الجبال والدشر والدوار اللي موجود هذايا في المكان هذاك وفي أماكن أخرى، فيه زوز مناطق حيوية ومهمة جدا، هي الماء وهي العطار. الماء والعطار، إذا كان الإرهابيين موجودين في الجبل ما همش يعبطوا يخطبوا طفلة ولا بش يعبطوا للعطار ياخذوا منه التموين وبش يمشيوا للماء يتمونوا ويتزودوا بالماء. هذا الهدف. النقطتين هذوما يلزمهم معناها عين خاصة. إذا كان أنت عندك شبكة مخبرين غادي ولا عندك ناس تبلغ المناطق هذوما، حتى الكماين اللي ممكن أنك تلقي عليهم القبض ما تلقي عليهم القبض كان في المناطق هذوما. المشكل وين توا نحكيه على التداعيات. المشكل وقت اللي مبروك السلطاني الله يرحمه تم ذبحه بتلك الطريقة وعائلته خرجوا واختاروا الدولة بالمعنى الكامل وقالوا لن نخاف من الإرهاب، نموت ونموت ويحيى الوطن، استقبلوا في القصر وصار اللي صار. يلزمنا الدولة، وهذا موجه للوزارة الداخلية وموجه للأجهزة المختصة، راهو وقت اللي رجعوا وخذاه خليفة وهزوه وعاودوا ذبحوه وقالوا له ها خارج في التلفز وتقول أنا مع الدولة مانيش مال، راهو اليوم ما عادش باش تلقى ناس ياسر يتعاونوا ويعطيوا المعلومة للجيش والحرس باش يقول لك اللي صار لخليفة يصير لنا. وهذا سينعكس عليه شيء آخر، أنه باش يولوا مجاميع الإرهابية هذه تهبط تتزود وتاكل وتشرب التاي وتطلع الجبل ويقولوا له ما تكلمش. الكلمة ليك.